هي وشنو هو هنا لهنا عصير العنب الاخضر لهنايا، هنا كي يكون عندك كميه تاع العنب نعرفوا راه الثمن تاعو راه شويه غالي، ومهم باش يكفي افراد العائله ونستافدوا بالفيتامين تاعو. اللي راح نقدموا لهنا عصير العنب واش فيه لهنايا، عندنا كميه تاع العنب لهنايا مقدار 200 غرام باك تاع العنب، عندنا اوراق تاع النعناع نعرفوا النعناع دائما لازم نديروه داخل الماء باش ما يدبلنا، نعرفوا السخانه يدبلنا رابيدمون، عندنا حبه تاع القارص عصير تاعها لهنا اللي كنا عصرناها، عندنا ملعقة ولا اثنين تاع السكر على حسب الذوق، وعندنا لهنايا مبشور الليمون، صافي المبشور تاع حبة القارص هذيك نبشروها والباقي كنت حضرت لنا نظن عصير العنب كان هذاك معجون العنب. معجون العنب. معجون. حضرنا كذلك عصير العنب صاحب العنب الأحمر. خاطر على شوف العنب الأخضر والعنب الأحمر المذاق تاعهم ماشي كيف. ماشي كيف كيف. حتى المكونات. لا المكونات هنايا النعناع حنرحيوه معاه. كي ترحي النعناع مع العنب يمد له مذاق اخر من الجوز. ولا تنحيه ولا ما تنحيه راح تصفي؟ لا نصفيه هذا يتصفى. نعم هنا واش عندنا؟ عندنا كميه تاع العنب قلنا لهنا مقدار 200 غرام. هنا اوراق تاع النعناع لازم هنا نديرو غير الاوراق باك لطفي ما نديروش الاقصان خاطش الاقصان يطلقوا المروره. الاقصان يطلقوا المروره. نعم. هيدا عصير. المروره هي واحد الماده تجي لزجه. إذا رحتي كي ديري النعناع كي تكثري النعناع الأغصان ديريهم في لاتاي يطلب واحد المادة لزجة تحسي بها كي في المذاق. كاين يعتقدوا زعما يعطيك مذاق أحسن كي دير الأغصان كأنه لا الأغصان الأغصان أنا ما ننصحش بها الأغصان نادين. شنو هي الأغصان؟ تاع النعناع. أغصان تاع النعناع أنا ما ننصحش بها يعني حتى في كي ديرها مع لاتاي. انا نعم. نحي الغصن. الغصن هذاك هو يطلق المروره كذلك لهنا. المروره واحد الماده لزجه صح تاني. هو اللي كما نقولوا حنا اللاتي كي تخلي فيه النعناع هو اللاتي تاعنا اللي يدور يمد هذاك الزيت هذيك يطلق لنا صافي من الاحسن نستعملوا غير الاوراق خير. هي الاوراق اللي فيها هذيك تعطيك الانتعاش هذاك. وكاين اللي يغزهم هكذاك خضر النعناع الورق تاع النعناع. كان مثل الدراري ياكلوا هكذاك خضر. هنا لطفي دوك نصفيوها والقوام والحلاوه كما نحبوا حنا.